السلام عليكم، مرحبا بكم في مدينة مدرسة المترجحات. إذا نبدأ بالمترجحة الأولى، حل المترجحة 10x ناقص 3 أكبر من 7x. إذا هنا أول خطوة سنقوم بها هي تجميع الأعداد المجهولة في الطرف الأول للمترجحة والأعداد المعلومة في الطرف الثاني. إذا عندنا 10x، هنا كانت عندنا 7x في الطرف الثاني، اذا غادي نحيد 7x في الطرف الثاني وغادي نضيف المقابل ديالها، المقابل ماشي المقلوب، المقابل. اذا ناقص 7x ضرب الاول، هنا كانت عندنا ناقص 3، غادي نحيد ناقص 3 من الطرف الاول وغادي نضيف المقابل ديالها اللي هو زائد 3. اذا هذه اول خطوه، تجميع الاعداد المجهوله في الطرف الاول والاعداد المعلومه في الطرف الثاني. متى نحيد شي عدد من شي طرف تنضيف المقابل ديالو للطرف الثاني. اذا نجمعو دابا، عندنا 10x هي 3x كتساوي 3، هنا عندنا الضرب. اذا شنو قلنا حنا ملي يكون عندنا الضرب تنضرب في في المقلوب ديال العدد. اذا هنا غادي نضربو في المقلوب ديال العدد 3، اذا x اكبر من 3 على 3. بطبيعه الحال هنا المقابل ديال العدد 3 هو عدد موجب، يعني الترصيد لا يتغير. إذا عندنا x أكبر قطعا من 1. حلول المترجحة هي جميع الأعداد الحقيقية الأكبر قطعا من 1. تمثيل على المستقيم المدرج، تمثيل الحلول على المستقيم المدرج، كناخذ 1، عندنا x أكبر قطعا، واحد أكبر قطعا يعني واحد ليس ضمن الحلول. ناخذ المثال الموالي، عندنا ناقص 5x زائد 7 أكبر من 10. إذا دائما تجميع الأعداد المجهولة في الطرف الأول والمعلومة في الطرف الثاني. إذا عندنا ناقص 5x، هنا كانت عندنا زائد 7، غادي نحيدوها ونديرو المقابل ديالها الطرف الثاني. هاد ناقص 5x و10 بقاو بلاصتهم، يعني ما يتغيروش الإشارة ديالهم. إذا عندنا ناقص 5x 3، هنا x أكبر أو أصغر. إذا حنا عندنا العدد هنا سالب، يعني غادي نضرب في المقلوب ديالو. إذا هي المقلوب ديالو هي ناقص 1 على 5، إذا بعد الضرب جينا ناقص 3 على 5. حلول المترجحة هي جميع الأعداد الحقيقية الأصغر قطعا من ناقص 3 على 5. تمثيل على المستقيم المدرج، بطبيعة الحال التمثيل كنديرو ولا طلبوا مني ندير التمثيل، ما طلبوش مني ما كنديرش التمثيل. إذا هنا عندنا x أصغر قطعا، إذا أصغر كاينة في هاد هنا المعقوفة مفتوحة لأن أصغر قطعا. المترجحة الموالية، x على 2 زائد 7 أصغر من x على 5. إذا أول خطوة كما قلنا تجميع الأعداد المجهولة في الطرف الأول والمعلومة في الطرف الثاني. إذا عندنا x على 2، هنا x على 5 غترجع ناقص 5 ناقص x على 5 أصغر من، هنا كانت عندنا زائد 7 غتولي ناقص 7. إذا هنا خصني دابا نبسط الكتابة، يعني نبسط الكتابة يعني نوحد المقام المقامين هنا، نجمع هاد العددين. إذا المقام واحد هنا هو 10، هنا ضربنا x، وهنا خصني نضرب في جوج x أصغر من ناقص 7. إذا 5x ناقص جوج x هي 3x على 10 أصغر من ناقص 7. إذا شنو قلنا هنا؟ قلنا غادي نضربو، يكون الضرب نضربو في المقلوب ديال المعامل ديال x. إذا هو 10 على 3، ضربنا في عدد موجب يعني الترتيب لا يتغير. إذا هادي غتجينا x أصغر من ناقص 70 على 3.
حلو ترشيحية جميع الأعداد الحقيقية الأصغر قطعا من العدد ناقص 70/3. تمثيل الحلول على المستقيم المدرج، نديرو العدد ناقص 70/3، هنا أصغر قطعا، هنا عندنا قطعا، يعني خصو يكون المعقوفة مفتوحة بالشكل هذا. الحالة الموالية عندنا إكس ناقص 1/5 أكبر من 4. إذا انتبهوا معنا مزيان، هنا ديما غنبسطوا الكتابة. إذا أول حاجة نقوم بها هنا هي غادي نوحد المقام ديال الطرفين المتفاوت. إذا هنا عندنا 5 وهنا هذه هي 20/5. إذا في الأول نحاول نتخلصوا من العدد 5. إذا باش نتخلصوا من 5 غادي نضربوا طرفين متفاوتة في نفس العدد اللي هو المقلوب ديال عندنا 1/5، يعني المقلوب ديال 5. إذا نضربوا في 5 نضربوا هذا العدد كامل أكبر من 20/5. إذا عندنا اختزال، لأن عندنا ضرب، هنا كذلك اختزال. إذا شنو تيبقى لنا؟ إكس ناقص 1 أكبر 20، إذا ناقص 1 هي 1+20 هي 21. حلول مترجحة هي جميع الأعداد الأصغر أو الأكبر قطعا من العدد 11. تمثيل المستقيم المدرج العدد 21 قلنا أكبر قطعا، يعني العدد ما كينتهيش. الحالة الموالية عندنا 3 إكس أكبر من 3 إكس ناقص 7. إذا دائما نقوم بتجميع الأعداد المجهولة. إذا عندنا 3 إكس ناقص إكس هنا ناقص 7. إذا 3 إكس ناقص 3 إكس 0، 0 أكبر من ناقص 7. إذا هنا ما بقيتش إكس، فبالتالي غنلقى عدد أكبر من عدد. حنا شنو غادي ندير؟ غادي نشوف واش هاد التعبير هذا ممكن، واش هو تعبير صحيح. هو الصفر أكبر من ناقص 7، إذا بالنسبة لي أنا صفر، بالنسبة لينا حنا صفر أكبر من ناقص 7. إذا الكتابة صحيحة. فحنا شنو سنقول؟ جميع الأعداد الحقيقية حل للمتراجعة، يعني أي عدد حقيقي خديتيه وعودتي به إكس فراه غادي يكون حل للمتراجعة. المثال الموالي عندنا جوج إكس أصغر من أو تساوي جوج إكس ناقص 1. إذا تجميع الأعداد المجهولة الطرف الأول والمعلومة في الطرف الثاني. هنا غادي يعطيني صفر أصغر من ناقص 1. هنا شنو لقيت؟ صفر أصغر من ناقص 1. واش هاد الكتابة ممكنة؟ غير ممكن، يمكن الصفر يكون صغير من ناقص 1. إذا هذه كتابة غير ممكنة، يعني هي كتابة مستحيلة. إذا أشو سنقول؟ سنقول بأن المتراجحة ليس لها